خلوني أنتقل إلى موضوع آخر، وهو موضوع ارتفاع منسوب المياه في محافظة سامراء. هذا الموضوع صار لفترة منتشر بالسوشيال ميديا. حابة أن أنوه عليه في الموضوع، أنه في كثير من أماكننا هنا بالعراق، محافظاتنا، مناطق عندنا مساحات واسعة تعاني الآن من الجفاف. يعني عدم استثمار المياه هذا شيء كلش خطر. ليش؟ لأنه أماكن بها جفاف وأماكن بها سيول دا تأذي المواطنين. فبدل أنه أنا ما أخلي الموضوع يزداد سوء، وبدل ما أخلي الأمر يتطور، بالعكس أروح أستثمرها، أخلي في الجدول للموضوع. خلونا ننتقل إلى هذه الفيديوهات اللي توضح الكلام اللي دا أقوله، ومن بعدها لنا عودة. السلام عليكم أعزائي مشاهدينا الكرام، اليوم 15/1/2024، نهر دجلة حروف سامراء وصلت حدة الإطلاقات إلى 1500 متر مكعب بالثانية من سد سامراء باتجاه بغداد وباتجاه المناطق الجنوبية. شوف حدة الفيضانات غرقت الكوفيات، غرقت الكرفانات الشرطة النهرية. اللهم صل على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم مشاهدينا الكرام، خلونا